دين شكر تحير الجزائر باب الجنة نبدأ بقصدي نشكر تحير الجزائر باب الجنة هدي خيرات الله كتير على البلد نزيد تبنى يا غصن الياس قدرك كبير يا بهجة زينك ساعدنا مساميها الحراش عشير في مكي جا خضر سهرنا في البليدة سيدي حمد الكبير الفل والورد من تمنا نوصل للمليانة ونسير الغيلي سنت من استنا Ida, surnommée la ville des roses. Fondée au XVIe siècle, pour accueillir des immigrés andalous. Elle est distante de 50 km de la capitale Alger et constitue une ville doublée de cette dernière. Le mot Blida vient de l'arabe classique Bouleda, qui signifie petite ville. Il devient en arabe dialectal Blida. Blida est fondée au XVIe siècle par le marabout Sidi Ahmed el-Kabir, avec la participation de musulmans andalous, qui s'installent à Ourida, premier nom de Blida, et transforment alors les terres incultivables en vergers, grâce aux plantations d'orangers et l'art de l'irrigation. وهذه البسائد كانت عظيمة جدا مفيدة جدا وتبنوا الصناعات الأندلسية في البناء في الري في الثقافة حتى الغناء وحتى الطرب في الخط في صناعة النجارة في صناعة التقطير تقطير الورود كانت مشهورة لهذا سميت سيدي أحمد بن يوسف سماها الوريدة الوريدة لأن كانت بساتين الورود محاطة بالمدينة عندما لجأ أهل الأندلس إلى الجزائر في نهاية القرن الخامس عشر ميلادي فارين من التقطير الصليبي جلبوا معهم فنون الحضارة الإسلامية فأقام سيد أحمد الكبير الأندلسي باتفاق مع الحاكم العثماني خير الدين باشا مدينته داخل السور بعد أن أعجب بالطبيعة التي تشبه إلى حد كبير طبيعة غرناطة بالأندلس وحسب بعض الروايات فإن تاريخ بناء حي الدويرات كان قبل مجيء الأتراك على يد السكان المحليين حيث قام سيد أحمد بإعادة بناء الحي على الطراز الأندلسي الموريسكي الولي الصالح سيد أحمد الكبير رحمه الله هو مؤسس مدينة البوليدة وسمى مدينة البوليدة تصغيراً لاسم بلد بوليدة من مواليد 1474 هو أندلسي إثر سقوط الأندلس التجأ إلى المغرب العربي إلى شمال إفريقيا واستقر في هذه المنطقة في مدينة البوليدة واستطاع بفضل حكمته وكان عالما في الفقه في الشريعة الإسلامية وكذا خبيرا في الري ستاني دروليسيان إثر مجيئه إلى البوليدة في 1519 أسس هذه المدينة وأول ما بنى مسجدا في وسط مدينة البوليدة حاليا مكانه مسجد الكوثر الكبير كما بنى أيضا فرن ومتجر وكانت نواة المدينة وتوفي سنة 1568 ودفن بهذا المكان وهو ضريح الولي رحمه الله تزوج من امرأة من قبيلة أولاد سلطان وكان له عدة أبناء ومن أحفاده من يعيش اليوم في هذه المنطقة
نحن الآن في أحد أحياء مدينة البوليدة القديمة، وهو حي يسمى بحي زنقة العرب. هذا الحي به سوق شعبية، سوق مغطاة شعبية، ومن بين دكاكين الحوانت المتواجدة بهذا الحي يوجد دكاكين للصناعات التقليدية. الصناعات التقليدية المتداولة كثيرا في مدينة البوليدة، نجد صناعة النحاس، النقش على النحاس كما هذا المحل اللي رانا متواجدين فيه. بالإضافة إلى هذا كاين كذلك حرف تقليدية أخرى كالفخار، هناك أيضا دكاكين لبيع الفخار، الطرز التقليدي. يعني هناك عدة، مدينة البوليدة مشهورة بالحرف والصناعات التقليدية. من أهم المعالم الأثرية ذات القيمة التاريخية المسجد التركي الحنفي ومسجد ابن سعدون المتجاورين لا يفصل بينهما سوى بضعة أمتار. مسجد ابن سعدون نسبة إلى بن سعدون بن محمد بن بابا بني ما بين القرنين 16 و17. للمسجد 3 منافذ على الشارع، وتحتوي قاعة الصلاة على 4 أروقة وأعمدة تعلوها تيجان ترتفع فوقها أقواس منكسرة. المنازل في الحي العتيق ما تزال تحتفظ على النمط العمراني القديم، فالأبواب ما تزال تحتفظ كما هي مصنوعة من الخشب يحيط بها الزليج المزخرف في شكل قوس. وعند المدخل نجد السقيفة تغطي فضاءه، ثم يتوسط الدار بناء أو ما يعرف وسط الدار، وفي جزء أو جزئين متقابلين نجد صحين، وتطل على وسط الدار 4 غرف ذات سقوف خشبية. وأجمل ما يميز فناء الدار تلك النافورة وتلك الأشجار والنباتات الملتصقة، وفي مقدمتها أشجار الياسمين والليمون والعنب وبعض النباتات التزيينية كالقرنفل. Thank you.